بعد الانفجار اللي هز بيروت كتار عم يعيشوا تبعات نفسية يمكن تأثر سلباً على حياتهم اليومية، فتسببت هيدا الفجعة بصدمة جماعية. بحسب الأخصائيين النفسيين، أكترية الناس اللي عاشوا الانفجار عم بيحسوا بالحزن والغضب والخوف، عم بيلاقوا صعوبة بالتركيز على عملهم، وعم يحسوا بالقلق والاكتئاب، بالإضافة لصعوبة بالنوم، إحساس بالذنب، انفعالية زائدة، وإحساس لدى البعض بأنه يلي عم يعيشوه منه حقيقي. ومن هون حاجتهم لتكرار مشاهدة فيديو التفجير للتأكد من أنه صار بالفعل، والبعض عم يلاقوا طريقة لتجاوز الأزمة. بحسب الدراسات، تعتبر هيدي ردود فعل طبيعية ما بتحتاج لتدخل علاجي فوري إلا إذا تفاقمت الحالات، فنسبة معينة من يلي شهدوا حدث صادم جماعي يصنفوا عيادياً بخانة اضطراب ما بعد الصدمة Post Traumatic Stress Disorder بعد مرور شهر على الأقل. أما عن أعراض اضطراب ما بعد الصدمة فبتختلف بين المصابين، مثل استعادة الحدث بشكل متكرر ولا إرادة، ألم، تعرق، شعور بالغثيان، ارتعاش، تجنب بعض الأشخاص أو الأماكن اللي بتذكر الشخص بالصدمة، التخدير العاطفي، فرط النشاط، نوبات الغضب، أرق، صعوبة بالتركيز، وممكن يؤدي الحدث الصادم لمشاكل نفسية أخرى مثل الاكتئاب أو القلق أو الرهاب، وألام جسدية مزمنة مثل الصداع وألام المعدة. هيدي العوارض مؤقتة عند البعض وبيقدروا يتجاوزوها بعد فترة قصيرة، ولكن البعض الآخر ممكن تبقى هالعوارض عندهم. الأخصائية النفسية دكتور ميرا حجازي شرحت لنا أي متى منعرف أنه نحن بحاجة لمساعدة أخصائي أو طبيب نفسي. بس تحس أنه هذا الشيء هو عم يسيطر على حياتك، ما بقى عم تقدر تكوني بالروتين اللي كنت عايشتي قبل، ما بقى عندك انترست بالأشياء اللي كان عندك إيه من قبل، أوكي، وهذا الشيء صار عم بأثر عليك، بطل عندك موتيفيشن، بطل تروح على الشغل، بطل تروح على المدرسة، بطل عندك يعني حسيت كتير تغير بحياته الطبيعية من حي الله ناحية. أوكي، ساعتها لازم يشوف أخصائي. ممكن تكون الكونسلتاسيون مرة يقدر بس يعبر وخلاص تخلص الهون، بيقدر يرجع ياخد قوته ويكمل، وأوقات أنه لا، بيكون بده ترابية، بده وقت يعبر، يمكن هذا الشيء ذكر وإشي عاشه من قبل. ممكن تختلف من شخص لشخص، بس هي أهم شيء بنشوف قديه عم تأثر على حياته الطبيعية، حياته اليومية. أما عن الأطفال اللي تعرضوا للصدمة، أكد الدكتور حجازي أنه ممكن مساعدتهم من خلال إشعارهم بالأمان ومنحهم فرصة للتعبير عن نفسهم. أول شيء لازم يعملون خليهم هم يحطوا النقط على حروف، يحطوا كلمات للشعور والأحاسيس اللي هن عم بيعيشون. ما بدنا نقول لا ممنوع تبكي، ما بدنا نقول لا اللي صار منه مزبوط، أو لا هذا اللي صار اللي أنت عم تحسه هو شيء الكل عم نحسه، اللي صار هو مزبوط وشفناه. إذا خسر الأهل لازم نحكي له عن كيف خسرهم بطريقة واضحة بس أكيد مناسبة لعمره. بلس إنه خليه يعبر عن اللي جواته، بده يبكي خليه يبكي، بده يحكي عن الدم اللي شايفهن، عن القتل، عن أي شيء لازم يحكي عنهم بطريقة معينة. في أولاد ممكن يكون عندهم طريقة كتير سهلة يحكوا، في ناس كتير صعبة إنه يحكوا. كتير صعب إذا نستعمل معه لعبة، رسم، أي شيء، جروب ثيرابي، بيشوف أولاد تانيين عم بعيشوا نفس الشيء، ساعتها هو بخفف هذا الشيء اللي هو عم بحسه، ما بحس إنه هو لحاله عم بعيشه. بعد انفجار مرفق بيروت، أخصائيين نفسيين وجمعيات معنية بالصحة النفسية عرضوا خدماتهم بالمجان لكل يلي تضرروا جراء الانفجار، وبرزت على مواقع التواصل الاجتماعي مبادرات كتيرة للمساعدة، فجرى عرض أرقام أطباء وجمعيات لنشر قدر الأمكان للمساعدة. هيدا التضامن بحسب الخبراء النفسيين بيساعد كتير لتحسن صحة الأفراد النفسية، ولكن الأهم العدالة الاجتماعية والتعويض المعنوي والمادي للضحايا ومحاسبة المجرمين رح يأثر بشكل إيجابي على الصحة النفسية على المدى الطويل، ورح يدعم الشفاء الجماعي واسترداد الشعور بالكرامة والتخفيف من وطأة الكارثة.